منتخب مصر بيدخل النهارده مباراه الكونغو الديمقراطيه بغيابات عديده على راسها طبعا النجم محمد صلاح وكمان محمد الشناوي اللي تعرض في اخر 30 ثانيه لسوء الحظ، يعني اخر 30 ثانيه في مباراه كاب فيردي الماضيه في المجموعات تعرض لاصابه في اخر 30 ثانيه، اصابه صعبه جدا، خلع في الكتف واحتاجت كمان ان هي يعمل عمليه جراحيه كمان من دون بقى مباراه ومن دون اي تدخل ولا اي حاجه. امام عاشور برضو يتعرض لاصابه بارتجاج في المخ اثناء التدريبات لوحده، بيقع على راسه فحصل له ارتجاج في المخ، فدي كانت. وعمر مرموش كمان عنده اصابه بدور برد. بالظبط، ده اللي خلاه يغيب امبارح عن مؤتمر الصحفي مع روي فيتوريا، خرج او حل محله مروان عطيه امبارح في المؤتمر الصحفي. دي غيابات مؤثره طبعا، ويعني كان في جدل شويه حوالين هل امام عاشور النهارده هيلعب ولا لا، بس يعني بشكل كبير جدا لانه ما شاركش في المران الجماعي لمنتخب مصر، فبشكل كبير جدا امام عاشور هيغيب النهارده عن المباراه حاله كحال محمد صلاح ومحمد الشناوي. ولكن يعني حاله مرموش احسن شويه منه، نزله برد مش هتمنعه ان هو يشارك في المباراه النهارده، ولكن يعني ضمننا كده القايمه اللي بتضم 27 لعيب، في ثلاث لعيبه مؤكدين ان هو هيجيبه النهارده او هيتم استبعادهم، هم محمد صلاح ومحمد الشناوي وامام عاشور، والرابع ده بيبقى تبع بقى اختيارات الفنيه لروي فيتوريا مدرب منتخب مصر.